يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية، عوده الى 10 الصبح في الاهلي، وهنتكلم معاكم من خلال هذه الفقره عن بطله من بطلات النادي الاهلي في العاب القوه وتحديدا في رمي الرمح. بطله حققت كثير من البطولات والانجازات رغم صغر سنها، وحصلت على الميداليه البرونزيه افريقيا تحت 18 سنه، والبطوله العربيه الميداليه الذهبيه تحت سن 18 سنه، ومؤهله للسفر والمشاركه في البطوله العربيه والافريقيه تحت 20 سنه. وإن شاء الله هنسمع عنها كل خير الفترات القادمة. منورانا شاهيناز السيد، وفقي لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر في ألعاب القوة. صباح الفل يا شاهيناز، منورانا. أهلا بيكي. ربنا يخليك. أهلا بيكي. واسمك حلو قوي، بحب الأسماء الغريبة عشان اسمي غريب أصلا، بس اسمك حلو. خلينا نبدأ معاكي شاهيناز من البداية، يعني برضو ألعاب القوة مؤخرا بقت السيدات فيها أو الفتيات يعني بيحبوا إن هم يمارسوها، مش بقت حاجة غريبة زي الأول، ففي ثقافة واضح إن هي اتغيرت بشكل كبير جدا، وأنت اخترتي الرمح برضو، فممكن نتكلم عن البداية بتاعتك؟ هو أنا ما اخترتش اللعبة، هي اللي اختارتني، عشان انا اصلا لعبت هاند بول، كنت باك ليفت قوي، فالكابتن جه قال انا عايز يعني عاملين اختبارات وتيجي اختبرك وكده، فروحت الحمد لله يعني اتقبلت في الاختبارات، والحمد لله دخلت اول بطوله دخلتها عملت مركز ثالث، وكنت قبلها مشاركه في بطولات المدارس وعامله مركز اول، فكانت اللعبه صراحه حبيتها جدا وانبسطت جدا يعني ان انا نجحت فيها، وكنت عند حسن ظن الكابتن. بس ده هاندبول؟ انا كنت لعبت هاندبول. وبعدين رحت رمي رمح. اوكي، بس يعني انا مش انت فاهم يعني، لا انا يعني ما كملتش في الهاندبول. يعني انت عملتي فيها برضو رانكينجز كويسه، او يعني حققتي فيها حاجات كويسه وبعدين اتنقلتي. ايوه انا بلعب هاندبول، كنت بلعب هاندبول وانا عندي 4 سنين، كنت بدات في الزمالك ورحت الاهلي، تمام. وصلت للمنتخب وحصلت مشاكل ان كان في سفر هنا، فسافرت الالعاب القوه. بعد ما دخلت فيها وخدت ثالث افريقيا وخدت اول عرب في نفس السنه اللي بطلت فيها هاندبول. بس واضح ان انت فعلا اكيد مميزه من يومك فيها، لان انت كنت في المنتخب الاول كمان تحت سن 12 ثم 14 16 18، فالاستمراريه دي اكيد ما جاتش من فراغ. عملتي ايه عشان تحافظي على المستوى ده وعشان تحافظي على هذا الكم من البطولات اللي انت بتحققيها؟ كنت بركز في التمرين قوي واتفرج على فيديوز ان انا احسن التكنيك بتاعي، مش كله قوه، بشوف السرعه، اركز على التكنيك، اركز على لياقه جسمي، احافظ على الحاجات اللي مميزه فيا، بتجنب طبعا اي عاده غلط يعني ممكن اعملها تبوظ ده، فده يعني اللي كان بيساعدني على ان انا ايه احافظ على مستوايا واكمل. بلس فترات الاعداد اللي كانت يعني بتاهلنا للبطولات بشكل جيد جدا صراحه يعني، والكابتن يعني ليه كامل الشكر على الكلام ده صراحه. اشرحي لنا اكتر عن رمي الرمح، يعني خلينا نفهم اكتر، مش كل الناس تبقى فاهمه الفكره، وهل دي رياضه وهل بيتم ليها فتنس معين واستعدادات معينه، يعني خلينا نفهم منك اكتر. اشرح اللعبه؟ يعني اشرحي لنا. طبعا كل ما يختص باللعبه اكيد. يعني هي الفتنس بتاعها زي اي فتنس، بس الفكره نفسها بتبقى في التكنيك بتاع الرمي، ليه حركات معينه، لكن فتنس واحد، والاحمال للالعاب الكو كلها بتبقى واحده مع اختلاف الاوزان. هي ملهاش حاجه معينه غير بس التكنيك بس. الرمح نفسه ليه اوزان مختلفه ولا هو بيبقى وزنه ثابت؟ الرمح ليه اوزان مختلفه، يعني الصغيرين مثلا من سن 12 ل 14 لحد 16 كمان 400 جرام. لكن المنافسات كل بيتنافس بنفس الوزن ده اللي عايز اقوله؟ لا كل حسب الاعمار، يعني كل فئه عمريه قصدي بتتنافس بنفس الوزن. صح كده؟ اوكي. كل فئه عمريه وليها وزنها. التكنيك بيفرق كمان في طول الرمية، ولا انا كنت معتقد ان زي الجلة كده معتمدة بالكامل على فكرة القوة، لكن لا، انت قلتي كلمة تكنيك اكتر من مرة. التكنيك يفرق في مسافات، يعني مش اي حد يعرف يمشي رمح، انا ممكن ارمي قوة بس ارقامي ما تجيبش، لكن انا ارمي اهم حاجة في الرمح التكنيك والسرعة. سرعة الجسم والجسم. تقصدي ايه بقى امشي الرمح؟ امشي؟ انت قلتي كلمة انا سمعت كده مع نفسي، وانا ساعات بيجيلي تهيؤات على فكرة، ما تستغربيش، دي حالات يعني بتحصل احيانا. انت قلت؟ لا انا سمعتها برضه كده. صح؟ طب عيديها تاني عشان بقول ان لا، يعني فكرة الرمية نفسها التكنيك اللي فيها بيبقى معتمد على ايه؟ على ايه بالظبط؟ حركة الجسد، تدويرة الايد، رمية الكتف لورا عشان يبقى عندك عزم وقوة تحذفي بيه الرمح. هي الاساس في الرمي عامة سرعة الجزع والرجل والدراع بعدها، يعني جزع بعد كده الدراع، فده اللي بيساعد في السرعه، وبيساعد ان احنا كمان المسافات تبقى احسن، قوه بلس سرعه مش قوه بس. اوكي. جميل.
طب انت قلتي الرياضه هي اللي اختارتك برضه، انا عايزه البدايه اتكلم معاكي فيها، ليه كنتي محققه نجاح في الهاندبول برضه وبعدين تروحي رياضه ثانيه؟ ايه اللي خلاكي تحبي كده؟ يعني شفت ان انا يعني هاثر، شفت ان انا في الرمح ان انا هوصل اسرع، يعني فضلت 12 سنه بلعب هاندبول عشان اوصل المنتخب، انا الرمح ارقام وتاهيل على طول دخلت منتخب. انت كنت عايزه ده يعني؟ انا يعني الكارير بتاعي اسرع في الرمح، كنت هاثر فيه لو كنت فضلت في الهاند، بس انا كنت بمارسهم مع بعض يعني سنتين، حسيت ان انا اثرت في الرمح وارقامي ابتدت تقل، فقلت لا انا لازم اركز. وكان في تاهيل لبطولات ثانيه دوليه، فكانت محتاجه ده. وهتكملي برضو يعني، خلينا برضو نعرف منك ايه الستبس اللي جايه. هكمل في الرمح، ويعني انا حلمي صراحه انا اسافر اولمبياد باريس 2024. ايوه بقى احنا عايزين الكلام ده من دلوقتي، برافو عليك. هو ده فيعني ده حلمي واللي انا نفسي اوصله بجد، ده بجانب يعني البطولات اللي جايه قبلها افريقيا 20، عرب، عالم 20 السنه الجايه غير السنه دي. فيعني اتمنى يعني انا حلمي ميداليه ان شاء الله. طبعا المنافسات الافريقيه اكيد بقى بتتنافسي مع لاعبات من دول كتير، ممكن تلاقي منهم بطلات للعالم، فالمنافسه كانت عامله ازاي افريقيا؟ هي كانت منافسه قويه قوي، ان احنا كمان كانت اول حاجه يعني كان اول توتر لبطوله بره مصر، وكان في كذا ظروف يعني ظروف جو وحاجات مش واخدين عليها. كانت فين البطوله دي؟ في ابيدجان. اوكي. فظروف جو واكل وحاجاتنا كانت بتاعها لنا خالص صراحه، ان احنا حتى نتمرن ما كانش فيه تمرين، فيعني كانت منافسه قويه. واحنا اتفاجئنا، ما انكرش ان احنا اتفاجئنا بالارقام، رقم اللي عملت اول ورقم عملت تاني، ان احنا ما كناش متوقعين ده خالص، بس يعني الحمد لله بناخد خبره اكيد. طيب لو ربطت كلامك ده بقى بفكره هنا ان شاء الله باريس 2024، وانا عايز من دلوقتي ابتدي اشتغل، سواء انا بطل رياضي او انا كمؤسسه اداريه، انا عايزه اجهز الابطال بتوعي واللعيبه بتوعي في كل رياضه في كل لعبه، ان هم في باريس 24 احنا خدنا الحمد لله في طوكيو 6، ناخد بقى اكتر 12 او 24 الله اعلم على قد ما نقدر، ربنا اكيد يوفقنا. بس انت اكيد بيبقى في حاجات عايزه تغيريها، حاجات عايزه تحسنيها، حاجات محتاجاها، فخلينا نعرف منك كبطله رياضيه وعندك طموح يعني ترفعي اسم مصر كمان في باريس 2024، ايه اللي بينقصك؟ ايه اللي محتاجاه؟ ايه اللي عايزه تحسنيه عندك في الاداء علشان بعد كده نقول ان احنا لا نقل ان احنا ننافس دول كبرى وبتحصل على ميداليات كثيره جدا؟ يعني احنا محتاجين دعم نفسي ودعم مادي، محتاجين معسكرات تأهلنا. ده كلام مهم ده جدا. نكون يعني نكون جديرين فعلا ان احنا نشارك في البطوله ونحقق ميداليات اكتر. محتاجين طبعا كل لاعب يحسن التكنيك بتاعه ويتفرج على اللعب اكتر ويتوسع بشكل اكتر فيها، ان هو يحسن مستواه ويحسن ارقامه. ده مش هيحصل لوحده، احنا محتاجين المعسكرات والدعم المادي والنفسي والمعنوي. بنسبه كام في المية ده محقق دلوقتي لو سالتك؟ يعني 30%. يا 30% ده قليل. فرق كبير فعلا. طبعا. بس تهيألي الفرق ده لو اتعوض اكيد هينتج عنه. اكيد في حاجات احسن كتير. طب احنا عموما بعيدا بقى عن حته الامكانيات وجود رعاه من عدمه واهتمام الوزاره والى يعني بعيدا عن التفصيله دي. اللاعبات المصريات في العاب القوى عموما، مش بس بكلمك على الرمح، بالمقارنه باللاعبات العالميات تاني بعيدا عن الامكانيات، هل في فروقات؟ ايه بقى؟ فروقات كبيرة يعني. زي ايه؟ مثلا نظام التمرين بتاعهم مختلف عننا تماما، فده بيساعدهم ان هم يحققوا ارقام اعلى. مختلف في ايه؟ يعني ممكن في امكانيات الاجهزة اللي عندهم مثلا، او فيهم هم كفكر. يعني هم بيبقوا مهتمين جدا بالرياضة وبمهتمين بتحسين ارقامهم، احنا اوقات لا حصل دروب بنبطل. بلس ان في حاجات دعمهم اكيد ليهم دعم مادي وليهم نفسي اكتر، كل ده بتساعدهم ان هم يحققوا ارقام اعلى، بس مفيش فرق كبير، احنا مفيش حاجه مستحيله، بس ايه في اسباب بتساعد على ده. اكيد احنا يمكن عندنا الخامه وربما تكون افضل، ولكن ينقصها الدعم اللي بيحصل عليه يعني لاعب اخر. دي نقطه فعلا، لان انت لما تيجي تتكلم بجد يعني عندك ربع فعلا الاهتمام والدعم وبتاخد بطولات والحمد لله وصل لذهبيه كمان، فيعني الخامه عندنا كويسه جدا، بس زي ما السيد الرئيس قال احنا اكيد بنامل ان كمان يبقى في تحسن اكبر في هذه المنظومه. عشان كده انا سالتك، لان انا حريصه ان صوتكم يوصل، يعني صوتكم يوصل لاي مسؤول في فكره هنا لا اللعبه دي محتاجه دعم، اللعبه دي محتاجه كذا، اللعبه عشان يتم يعني
يعني فاهمه الحصول على كل اللي انتم بتحتاجوه عشان عايزين بقى يعني ميداليات اكتر 2024 ان شاء الله. بس انا هتقاموا بالفروع كلها بتاعت العاب القوه مش فرع معين بدون ذكر اي طبعا فرع. طبعا لا انا متفق معاك اللي هو في حرفيا في يعني في العاب في العاب القوه لحد دلوقتي مش معروف فيها مين الناس موجوده. تمام ان شاء الله موفقه وان شاء الله ربنا يعني يحيينا كده ونرجع نتقابل معاكي بعد بقى دوره باريس 2024 وانت قاعده منوره الدنيا كده بالميداليه ده يا رب باذن الله. بفتكر انك كنت معانا. انا عارفه طبعا انت حصلتي على كذا ميداليه قبل كده. انا اصلا كنت جايباها. طب ما اخدتيهاش على الهوا ليه معانا كنا نوريها؟ ماشي المره الجايه بقى اللقاء الجاي ان شاء الله. نورت الدنيا نورت شاينات. ميرسي جدا. فاصل سريع هنرجع مع حضراتكم الفقره الاخيره زي ما كنا بننوه اول الحلقه هنتكلم فيها عن التاهيل النفسي اللي انت حتى ذكرتي اهميته لازم يكون موجود مع الرياضيين.